يسعد لي اوقاتكم يا رب. اليوم رح اعلمكم على طريقه لمح اللاي على طريقتي انا، بطريقه كثير سهله وبسيطه، وباذن الله باذن الله حتدعوا لي عليها، لانه الطريقه بتجنن. القوام، الطعم، كل شيء فيها بياخذ العقل، ومكونات بسيطه باذن الله. مكوناتي هي كوب كريمة خفق، نصف كوب حليب مكثف محلى، نصف كوب حليب بودرة، كوب من السكر، كوب من النشا، علبة قشطة جاهزة، 75 جرام زبدة بحرارة الغرفة، وملعقة فانيلا، وعندي هاي المستكة بطحنها مع السكر. بدي أخذ تقريبا بمقدار 6 حبات مستكة ما أكتر، وعندي لتر ونصف من الحليب. طبعا النار مطفية تماما، حفرجيكم أنا هلأ مثل ما شايفين النار مطفية تماما. حضيف السكر، الكوب من السكر، وحضيف كوب من النشا. النشا حسب النشا اللي انتم مستخدمينه، انا هون النشا اللي مستخدمته يعني بعرفه انه ما بسمك كتير الخليط، فضفت كوب من النشا. فانتم النشا انتم اللي بتعرفوه، لانه حسب نوع اللي انتم بتجيبوه. فعندي هون انا ضفت كوب السكر وكوب النشا ولتر ونصف من الحليب، وحضف لهم كمان نصف كوب من الحليب البودرة. هاي الاضافة كتير يعني بتخلي الخليط يعني كريمي وسميك. انا هون ما انا ظاهرة معكم بالفيديو، بس انا ضفتها وللأسف ما كنت عم صور. هلأ هشغل النار مثل ما شفتوا، حطيتها على النار يعني لا انا متوسطة ولا انا عالي، بالوسط مشان يعني ما يصير عندي يلدع الحليب. تمام، هلأ مجرد ما سمك الخليط عندي ببلش الإضافات. عندي هون ضفت أنا نصف كوب من الحليب المكثف. طبعا بين كل إضافة وإضافة إحنا لازم نحرك كتير منيح مشان الحليب ما يلزق ويشوط معانا، يشوط يعني تصير له هيك ريحة طعمة حليب محروق. هلأ ضفت كوب من كريمة الخفق، كمان برجع بحرك. ضفت هون 75 جرام من الزبدة بحرارة الغرفة، وعندي هون علبة قشطة جاهزة. بين كل إضافة وإضافة مثل ما شايفين عم أحرك حتى ما يلزق الحليب. انا هون استخدمت الطنجرة تبعيت الانستنت بوت، لانه هي ستانلس ستيل والقاعدة تبعيتها سميكة، فكتير ممتازة للمحلاي او للرز بحليب. ضفت المستكة والفانيلا وعم حرك كتير منيح بين كل خطوة مثل ما قلت لكم. انا هون شايفين كوب النشا كيف خلال السماكة تبعيته، بتاخد العقل، شوفوا كيف سماكتها بتجنن. فانتو النشا راجع حسب انتو اللي بتستخدموا. الكوب النشا تقريبا بيطلع بحدود 9 ملاعق نشا، فانتو بتقدروا تحكموا بهاي الإضافة. هلأ بعد ما ضفت كل الإضافات بنزل الحرارة تبعيت النار، تقريبا بحطها بين 3-4 هيك شيء، لأنه خلص هي استوت عندي، بس إني أنا بدي إياها يعني تتجانس المكونات كلها مع بعضها ويصير الخليط أكثف شوي. طبعا انا هون استوت عندي وصارت تمام، طفيت النار وهلأ حبلش اسكوبها. طبعا هي بتاخد وقت كتير، بدها تحريك كتير كتير قوي، ما بدكم توقفوا تحريك يعني لدرجة انه ممكن تعضل ايدكم، فهي هيك يعني، فلازم تحركوها ما توقفوا تحريك نهائيا حتى يسمك الخليط، وبين كل اضافة انتو حترجعوا تحركوا. هلأ انا حعبية مثل ما شايفين بالزبادي، وحانتظر لحتى تبرد تماما، ما فينا نزينها ولا نحطها بالبراد نهائيا. انا فرجيتكم الطنجرة كيف إنها مانا لازقة، بتجنن طنجرة الانستانت بوت الستانلس ستيل للرز بحليب للمحلاي للأكلات تبعيت الحليب، بتجنن ما بتلزق معاكم، وبتقدروا تستخدموها على الغاز عادي جدا. هلأ عنا لزيني، عندي هذا الكرز أنا بجيبه من دولاراما، بتقدروا تلاقوه بأي ماركت، وعندي هون كريمة الخفق جاهزة، طبعا بتقدروا أنتوا تعملوها على إيدكم إذا حابين، وبتزينوها بالطريقة اللي بدكم إياها. عندي فستق شرايح وعندي لوز شرايح، حزينها بالطريقة التقليدية. أنا الطريقة التقليدية هي مثل ما شايفين، إنه بنحط بالنص هيك بالوسط خط من الكريمة، وبنحط من على جنب فستق حلبة والجنب الثاني لوز شرايح، وبالنص حبة الكرز الأحمر. طبعا انا هاي الزينه زينت اياها بعد ثاني يوم حتى تاكدت انها جمدت تماما. اول يوم ما فينكم تعملوا لها اي شيء، بتتركوها بحراره الغرفه لحتى تبرد وتصير بحراره الغرفه، بعدين بتنقلوها للبراد، وثاني يوم بتزينوها وبتستمتعوا بطعم اطيب محلاي كريمي، قوام سميك، طعم تدسمي بتجنن. جربوا انكم تعملوها على طريقتي، والله هتدعوا لي من قلبكم. كثير سهله وبسيطه، بس بدها شغل شوي، بدها تحريك شوي، ابدا ما تتركوها مشان ما تلزق،
يفضل انكم تستخدموا طنجرة ستانلستيل، ما تستخدموا لا تيفال ولا جرانيت ولا اي نوع، لانهم كلهم هدول بيلزقوا وبخلوا طعمة الحليب ما طيبة. يفضل طنجرة ستانلستيل. وصحة والف هنا على قلوبكم وعلى قلب كل حدا بده يجربها. ولا تنسوني من دعواتكم ومن دعمكم، وبروفايلي صار عندكم اسمه انستنت بات باي نورا، موجود على الفيسبوك على الانستغرام على اليوتيوب وعلى التيك توك، وكل فيديوهات بتنزل على كل المواقع. فبليز دعموني، وشكرا لكم، شكرا لحسن المتابعة.